بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله طلبتنا الأعزاء الأفاضل وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم بتقديم محاضرات الفسلجة الطبية المقدمة من قبل الدكتور الاختصاص ميسم محمد حسين الكعبي. وصلنا وإياكم إلى اليونت 2 Blood and Body Fluids Lecture 12 Blood Group فصائل الدم. هاي الصورة التوضيحية الآن خليتها كصورة للمحاضرة، ومن تخلصون المحاضرة إن شاء الله وتكملون راح تفهمون هاي بالضبط الجداول شنو المغزى من عتها، وراح تكون أكثر لكم يعني صورة توضيحية للفصائل الدم وشلون طريقة يعني الفصائل لمن تنطي الدم ومن يعطي له الدم، وكل هذا طبعا راح تتوضح إن شاء الله بعد ما نشرح المحاضرة بإذن الله. فهي خليت لكم إياها صور هم لطيفة ويعني واضحة، وبنفس الوقت هي افتتاحية للمحاضرة، بدء المحاضرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. When blood from two individuals is mixed, sometimes the clumping agglutination of the red blood cells occurs. إذا لما عندنا شخصين نقوم بخلط الدم مالتهم زين، راح يسبب بعض الأحيان يصير تجلط في كريات الدم الحمراء في أحد من عندهم. This clumping is because of the immunological reactions. هاي شنو سببها؟ سببها الردود الفعل المناعية. But why clumping occurs in some cases and not other in other cases due to blood groups. فإذا بعض الحالات إنه بعض الأشخاص ما صار عندهم هذه الحالات، هذه حالات التجلط. فشنو سببها؟ هي سببها إنه فصائل الدم. The ABO blood groups, determination of the ABO blood groups depends upon the immunological reactions between antigen and antibody. إذا شنو حتى نحدد فصيلة الدم؟ اعتمادنا على شنو راح يكون؟ راح يكون على التفاعلات زين المناعية أو ردة الفعل المناعية اللي تحدث بين المستضد الأنتيجين والأنتيبودي الجسم المضاد، بين المستضد والجسم المضاد اللي هو الأنتيجين والأنتيبودي. Two antigens are present on the surface of the red blood cells and name them A antigen and B antigen. كريات الدم الحمراء بها يعني مستضدين على سطح كرية الدم الحمراء، يعني two antigens اللي قلنا A antigen و B antigen. These antigens are also called agglutinogens. هاي الانتيجين سميه agglutinogens because of their capacity to cause agglutination of the red blood cells. ليش سمينا بهاي التسمية؟ لأنه إلها القابلية والاستعداد إنه تسبب تراص في كريات الدم الحمراء. Scientists notice the corresponding antibodies or agglutinins in the plasma and name them anti-A or alpha antibody and anti-B or beta antibody. أيضا شافوا العلماء هنالك أجسام المضادة المقابلة للمستضدات، شو نسميها؟ anti-A antibody أو نسميه alpha antibody و anti-B or beta antibody. However, a particular agglutinogen and the corresponding agglutinin cannot be present together. لذلك احنا قلنا A antigen و B antigen، لذلك و anti-A و anti-B الجسم المضاد، فما يصير تواجد الـ A antigen كرية الدم الحمراء نفس الشخص، انه اكو A antigen واكو anti-A antibody نفس الشخص ما يصير. اذا هذني موجودات اثنين راح يسبب لنا شنو؟ سبب لنا agglutination او الـ B antigen مع الـ anti-B antibody او beta antibody، هذا راح يسبب لنا شنو؟ راح يسبب لنا agglutination، فذني وجود ما يصير. اما هذا راح نوضح لكم اكثر، اي انتيجين مع شنو؟ الانتي بي او البيتا انتيبودي، والبي انتيجين مع الانتي اي او الالفا انتيبودي. بهالحاله ما راح يصير اي agglutination زين. بس هنا نقول if present it causes a clumping of the blood. إذا هذه اللي قلناها إنه مثلاً الـ A antigen متواجدة في نفس الوقت مع anti-A antibody نفس الشخص،
فهذا بالحالة راح أسبب لنا clumping و agglutination of the red blood cell. بس هاي هنا type A blood، هاي عندنا كريات الدم الحمراء، هذا السطح مال كرة الدم الحمراء، هذا الانتيجين، هاي النتوءات، هاي الانتيجين نسميه احنا اي انتيجين. زين، هذه الانتي بودي اللي هي تايب من الاميونوجلوبولين، زين نسميه انتي بي انتي بودي. فالاي انتيجين ويا انتي بي انتي بودي، هاي بالنسبه جروب اي، تايب اي بلد جروب، يعني احنا فصيله دم اي، فصيله دم بي، الشخص اللي فصيله دم بي اذا سطح كريه الدم الحمراء على السطح مالتها بي انتيجين، فالانتيبودي المضاد الى منو؟ الجسم المضاد هو انتي اي انتيبودي. التايب اي بي بلد، الفصيله دمهم اي بي، اذا طبعا شنو موجود بالاسطح مالت كره الدم الحمراء؟ موجود الاي انتيجين والبي انتيجين، لكن بنفس الوقت شنو؟ ماكو انتيبودي، انتيبودي ماكو نهائيا، فقط اي انتيجين او بي انتيجين. الفصيله دمهم او تايب او بلد، انه موجود الانتي بودي، الانتي اي انتي بودي والانتي بي انتي بودي، ولكن انتيجين ما موجود في سطح كرة الدم الحمراء. هذول الجماعة اللي هم شنو فصيلة دمهم او. سبحان الخالق. اللاندستينر لو، لاندستينر لو states that if a particular agglutinogen اللي هو الانتيجين قلنا المستضد is present in the red blood cells، موجود في كرة الدم الحمراء، corresponding agglutinin antibody must be absent in the serum. إذن مثل ما قلنا، مثل هذا احنا هسه قلنا انه التايب A اذا موجود الاي انتيجين لازم الانتي اي انتيبودي لازم شو يكون ما موجود، غائب في نفس عند نفس الشخص. زين، وايضا if a particular agglutinogen is absent in the red blood cells، زين ال corresponding agglutinin antibody must be present in the serum. فإذا مثل هاي هسه احنا عندنا مثل هسه كريات الفصيلة دمهم او، الانتيجين ماكو ما موجود absent، لكن شنو الانتيبودي، الانتيبودي اللي من فصيلته موجود، مثل احنا هسه احنا قلنا انتيجين اي انتيجين وبي انتيجين ما موجود بالفصيلة دمهم او، لكن الانتيبودي اللي الانتي اي انتيبودي وانتي بي انتيبودي لا، هذني موجودات، يكون مفروض موجودات. هذا يسموه لاند ستينر لو، قانون لاند ستينر. Though the second part of the لاند ستينر لو is a fact, it is not applicable to RH factor. يقول هذه ما راح تطبق على جماعة ال RH factor. هذا لاند ستينر لو، عندنا هذا الاي اي انتيجين وهذا الانتي بي انتيبودي. الجروب اي، الجروب بي بي انتيجين، من الموجود الانتي انتي اي انتيبودي، هذا الاي انتي بي وهذا بي انتي اي. الانتي الاي بي جروب اي وبي انتيجين قلنا موجود بالسطح كرة الدم الحمراء، انتيبودي اكو لا ما عندهم انتيبودي. كرة الدم بالنسبه لفصيلة دمهم او ما عندهم اصلا انتيجين لا اي ولا بي، فقط موجود بينو عندنا الانتي اي والانتي بي انتيبودي. Blood group systems, more than 20 genetically determined blood group systems are known today. But Landsteiner discovered two blood group systems called the ABO system and RH system. These two blood group systems are the most important ones that are determined before blood transfusions. هذين two systems المفروض تتحدد قبل أن نقوم بعملية نقل الدم من شخص إلى آخر. The ABO system based on the presence or absence of antigen A and antigen B. إذن يعتمد على شنو هذا؟ يعتمد على وجود أو غياب الانتيجين A والانتيجين B. إحنا قلنا نوع عن انتيجين، انتيجين A وانتيجين B. زين؟ فهذا يعتمد على وجودهم وغيابهم. إيش راح تتقسم فصائل الدم إلى أربع أقسام. جروب A اللي بي انتيجين أي انتيجين B. جروب B بي انتيجين ال اي بي، بي انتيجين اي وانتيجين بي. زين، و الاو جروب ما بي لا اي انتيجين ولا بي انتيجين، وانما قلنا موجود فقط الاجسام المضاده. الاي بي او بلاد جروب، طبعا هاي كلها احنا هاي الصور كلها تكررت علينا، هاي قبلها والقبلها، هاي الرسومات كلها تكررت حتى شنو، حتى تترسخ المعلومه في اذهانكم ان شاء الله، يعني
تتوسع المعلومة أكثر وترسخ بداخلكم وتوصل إلى يعني الغاية من هذا المحاضرة إن شاء الله. الـ ABO Blood Group System هنا أيضا عندنا هذا A Group، هذا الـ A فصيلة دمهم A، هاي فصيلة دمهم B، هاي الـ AB وهاي الـ O. الـ Blood Having Antigen A belongs to A Group، اللي عندهم Antigen A هم ما نسميهم فصيلة دمهم A Group. This blood has شنو عندنا الانتيبودي المضاد منو قلنا؟ قلنا البيتا انتيبودي او البي انتيبودي in the serum. البلد with antigen B اللي عندهم جماعة البلد جروب اللي هم من جماعة بلد جروب B شنو عندهم؟ عندهم انتيجين B وعندهم الفا انتيبودي. زين if both the antigen are present اذا اثنين هم موجودين ال A وال B فهاي معناتها شنو؟ البلد جروب is called AB group. And serum of this group doesn't contain any antibody. زين فبقلنا احنا الـ AB موجود نوعين الانتيجين ولكن نوعين الانتيجين A والB ولكن الانتيبودي ما موجود. If both antigens are absent ماكو لا A ولا B antigen مثل ما عندنا قريت في هاي حالة جماعة فصيلة دمهم O فالـ blood group is called O group. And both alpha and beta antibodies are present in the serum. هاي موجود فقط الانتيبودي النوعين. الـ A group has two subgroups namely A1 and A2. Similarly AB group has two subgroups namely A1B and A2B. Determination of the ABO group. Determination of the ABO group is also called the blood grouping. Blood typing or blood matching. زين نسميه احنا تطابق الدم او فصيلة الدم او نوع الدم. The principle of blood typing and agglutination. Blood typing is done on the basis of agglutination. Agglutination means the collection of the separate particles like RBC into clumps or masses. Agglutination occurs if an antigen is mixed with its corresponding antibody. فإذا عندنا التجلط هذا من يصير شو وقت يصير لما ينخلط الانتيجين الجسم المستضد مع المقابل من عند الجسم المضاد المتجانس which is called isoagglutinin. الagglutination occurs when antigen and antibody present in ABO blood groups. زين عندنا هسه جروب A قلنا الانتيجين موجود هو الA والانتيبودي البيتا انتي بي او بيتا انتيبودي. جروب B فصيلة دمهم جروب B الانتيجين موجود B ولكن الانتيبودي سمي انتي A الفا انتيبودي. الAB جروب عندهم A وB انتيجين ولكن الانتيبودي ما عندهم، والO ما عندهم انتيجين ولكن عندهم الانتي A والانتي B انتيبودي. الA انتيجين is mixed with anti A or B انتيجين is mixed with anti B. فهذا ايش راح يسبب لنا؟ راح يسبب لنا احنا قلنا من نخلط الA انتيجين مع الانتي A راح يسبب لنا شنو؟ سبب من agglutination. وكذلك الـ B antigen من ينخلط ويا الـ NTB أيضا راح يسبب لنا agglutination and corresponding. الـ ABO blood group أيضا هسه كله طبعا حي لإعادة تقريب هذا الرسم إحنا رسومات جدا لطيفة فخليتها نزلتها بالمحاضرة حتى تكون صورة واضحة لكم. type A هذا قلنا antigen، type A antigen، والـ antibody قلنا antigen.